في ظل الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها المملكة الأردنية الهاشمية ومدى التحديات الداخلية والخارجية التي تؤثر على تقدم الأردن، أطلقت الحركة الإسلامية مبادرة سياسية وطنية دعت من خلالها إلى إطلاق حوار وطني يفضي إلى التوافق على مضامين الإصلاح الشامل. هذا الضغط الذي ذكره ملك البلاد يحتاج إلى آلية عملية وإلى حل سياسي حقيقي. لا يكفي فقط أن يطلق هذه الزفرات وهذا الألم الذي يعبر عنه حتى بين كوادره العسكرية وحتى في القمة العربية، هذا يحتاج إلى إجراء سياسي حقيقي، هو إطلاق مبادرة سياسية بتشكيل حكومة إنقاذ حقيقية برموز سياسية واعدة ذات عمق جماهيري. الضغوطات السياسية الخارجية على الأردن يجب مواجهتها من خلال تمتين العلاقات وتوحيد الجبهة الداخلية من أجل التصدي لها وللوصول بالأردن إلى بر الأمان. انطلاقا من ذلك وشعورا من الحركة الإسلامية بواجبها الوطني، فقد تدارست هذا الموضوع ورأت أن تقدم هذه المبادرة إلى مجتمعنا الأردني وإلى قواه السياسية والحية وإلى حركاته جميعا، لنلتقي جميعا على قاسم مشترك هو إنقاذ الأردن، وهو حماية الأردن، وهو الوصول بالأردن بإذن الله تعالى إلى بر الأمان، ليكون قويا عزيزا قادرا على الصمود في وجه كل التحديات الداخلية والخارجية. ومن أجل تحقيق أهداف المبادرة وتشسير الفجوة بين الموقفين الرسمي والشعبي، تلا أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي مضمون المبادرة. وتقترح الحركة الإسلامية المضامين التالية للحوار وتطرحها للنقاش الوطني العام. 1- إجراء تعديلات دستورية وتشريعية توافقية تعزز النهج الديمقراطي وتصون الحريات العامة وتحقق المزيد من التقدم لتحقيق الإصلاح الشامل. 2- إقرار مبدأ الحكومات البرلمانية ووضع خطة واضحة وآليات وبرامج زمنية محددة للانتقال إليها، مما يكرس الولاية العامة للحكومات ويحملها المسؤولية ويجعلها معبرة عن الإرادة الشعبية. 3- التوافق على خطة عمل وطنية لمكافحة الفساد المالي والإداري عبر إجراءات عملية رادعة. 4- التوافق على قانون انتخاب عصري يوسع المشاركة الشعبية ويعزز حضور الأحزاب والبرامج السياسية ويحقق العدالة المجتمعية. 5- التوافق على قانون أحزاب متقدم يطور أداءها ويعزز دورها وحضورها في المجتمع ويكرس مكانتها كحاضنة للعمل السياسي الشعبي. 6- تعديل التشريعات والإجراءات الناظمة للحريات العامة، مما يحول دون التضييق على حرية الأفراد وممارسة الضغوط على عمل الأحزاب والهيئات الشعبية. 7- إقرار وثيقة وطنية تؤكد التمسك بثوابت الأردن والأمة في الموقف من القضية الفلسطينية ورفض كل المؤامرات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وتهدد أمن الأردن وسيادته واستقراره، وتنتقص من حق العودة وتسعى لتمرير مؤامرة التوطين والوطن البديل. وتهدف المبادرة لتعزيز الوحدة الوطنية وتمتين الجبهة الداخلية وتعزيز قدرة الأردن على مواجهة التحديات والأزمات الداخلية والخارجية والتصدي للمشاريع المشبوهة التي تستهدف سيادته وكرامته وأمنه ومصالحه الوطنية العليا ودوره الحيوي إقليميا ودوليا. أسامة بليبلي، الحقيقة الدولية.